أحسنتم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بك. تحية لكم ولقناتكم ولمشاهديكم الكرام. حقيقة ما يتعلق بالوضع الأمني وما يتعلق بخلايا والجيوب المتعلقة بداعش، حقيقة هذه الجيوب بين فترة وأخرى تنشط هنا وهناك، لكن حقيقة الخطوط الناشطة لداعش دائما نجدها في كركوك، في الموصل، في ديالى. حقيقة هذه الخطوط لا زالت وكأنما جيوب أو خلايا نائمة تظهر بين فترة وأخرى، حسب يعني أنا حقيقة باعتباري متابع للأمن، لقضايا الأمن، أنا أعتبر هذا يعني هذا النشاط بين فترة وأخرى تتبع للأوامر التي تأتي من داخل العراق من قبل القوات الأمريكية المسيطرة حقيقة لهذه الجماعات النشطة أو النائمة حقيقة. أستاذ قاسم، أستاذ قاسم، هل ما زلت معنا؟ وفي مناطق أخرى في الجهة الغربية للعراق. طيب أستاذ قاسم، عندما نتحدث عن نشاط لهذه الخلايا في بعض الجيوب، هنا نسأل إلى أي درجة هذا النشاط ربما يؤدي إلى يعني زعزعة الاستقرار بشكل كبير في البلاد، خاصة في المناطق التي تحدثت عنها، ديالى، نينوى، كركوك. يعني هل من الممكن أن تشكل هذه النشاطات أو لهذه الخلايا الإرهابية يعني زعزعة الاستقرار بشكل كبير كما حدث عام 2014؟ أحسن، هذه الجيوب هي الآن هي احنا نسميها خلايا نائمة، يعني تظهر بين فترة وأخرى. الغرض هو تعكير الجو الأمني، وهذا من باب. الباب الآخر أنه كأنما يحون للدولة وللآخرين بأنه نحن موجودون، بس موجودين في ديالى، موجودين في كركوك، موجودون في تلعفر، في المناطق الغربية من العراق، في مناطق الشرق سوريا. المهم دول كأنما يعطونا في الإشارة أنه ترى إحنا موجودين في وفي أي لحظة وفي أي زمن ممكن أن نخرج. يخرجون يقتلون هذا عصابات داعش تظهر هنا وهناك. الغرض منه هو تعكير الجو الأمني، خاصة الآن نحن يعني في العراق حقيقة نمر في يعني أجواء أمنية مستتبة نوعا ما، أجواء سياسية مستتبة نوعا ما. فهذه الجيوب حقيقة تظهر هنا وهناك لغرض التعكير الجو الأمني في العراق. لكن كل هذه التحركات لهؤلاء الدواعش محسوبة ومرصودة من قبل جهاز أمن مكافحة الإرهاب في العراق، وأعتقد اليوم تم يعني إجراء عملية بطولية وإلقاء القبض على 3 من قيادات داعش في المناطق الغربية من العراق. أشكرك جزيل الشكر من بغداد، قاسم السلطاني، باحث في الشأن السياسي.